بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيدة جدا بالتواصل معكم في هذا الدرس المتعلق باللجنة التأديبية الاستشارية للمتعاقدين، يعني عنا في الموظفين الدائمين عندنا اللجنة متساوي الأعضاء التي هي تسير بالمرسوم التنفيذي 2199، واللجنة الاستشارية متساوي الأعضاء الأعوان المتعاقدين تسير بهذا القرار المؤرخ في 19 يوليو 2008. يعني هناك فرق بينهما، لماذا؟ لأن المتعاقدين يعني كل عام تنشأ، كل عام تتعاود، لأن المتعاقدين معناه أنهم غير دائمين، وبالتالي لازم تجدد اللجنة أو تعاد اللجنة كل. إذا تطبيقا لأحكام المواد 64 و65 و66 من المرسوم اللي كنا شفناه، مرسوم رئاسي 7380 الخاص بالمتعاقدين اللي راح نذكره. المادة 64 يعني هنايا تتحدث على لجنة استشارية متساوية الأعضاء، عفوا لجنة تأديبية استشارية متساوية الأعضاء، لا يمكن اتخاذ قرار فسخ العقد بدون إشعار مسبق أو تعويض في حال ارتكاب خطأ مهني جسيم إلا بعد مثول العون المعني أمام لجنة تأديبية استشارية متساوية الأعضاء. لكل عام متعاقد صدر في حقه إجراء تأديبي يمكن أن يترتب عليه فسخ عقده الحق في الاطلاع على ملفه التأديبي، كما يجوز له أن يستعين بمدافع يختاره بنفسه. المادة 66 يعني هي فقط المرسوم التنفيذي، فقط تحدث عن اللجنة الاستشارية، لكن القرار الذي سنتناوله الآن هو يتحدث عن كيف تسير أو يتم تسيير هذه اللجنة. تحدد تشكيلة اللجنة التأديبية، يعني من هم أعضاؤها، الممثل الإدارة، ممثلي المتعاقدين، وكيفية تعيين أعضائها بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والذي جاء عن ظهر. إذا المادة الثالثة اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء فيها 3 أعضاء دائمين اللي هم ممثلي الإدارة، وعدد أعضاء دائمين أيضا بممثلي أعوان المتعاقدين، وكل 3 إدارة 3 أعضاء هذو كل عندهم دائمين وإضافيين، سواء ممثل الإدارة عنا دائمين وعنا إضافيين، ممثلي الأعوان المتعاقدين عنا 3 أعضاء دائمين و3 أعضاء إضافيين. يعين رئيس لجنة التأديبية الاستشارية مساوي الأعضاء من قبل السلطة الإدارية المختصة من بين أعضاء ممثلي الإدارة الدائمين، يعني رئيس اللجنة هذه يكون من بين الأعضاء الممثلي الإدارة الدائمين. لا يشارك العضو الإضافي في اجتماع اللجنة التأديبية الاستشارية متساوية الأعضاء إلا إذا كان يخلف عضوا دائما، يعني لازم يكون العضو الإضافي لازم يكون غائب، الدائم يكون غائب يخلفه الإضافي. يعين أعضاء اللجنة التأديبية الاستشارية متساوية الأعضاء بمقرر من السلطة الإدارية، يعني هاد الأعضاء هادو شكون هما الدائمين، شكون هما المتعاقدين أو ممثلي الأعوان، شكون هما الأعضاء الدائمين. طبعا المدير أو الذي يعين. هنا الفرق الثاني بينها وبين اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، ما كانش انتخابات، يعني ما كانش الأعوان المتعاقدين ما ينتخبوش بعضهم، ماشي كيما اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، يعني الإدارة هي التي تختار من الذي سيمثل الأعوان المتعاقدين، وكذلك بالنسبة لممثلي الإدارة. هذه النقطة المشتركة بينهم وبين اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء، أنه النقطة المشتركة أنه ممثلي الإدارة يعينهم السلطة أي المدير، اما ممثلي الاعوان المتعاقدين ما كانش انتخابات كما في اللجنه الاداريه المساويه الاعضاء اللي شفناها، يكونوا فقط معينين من طرف السلطه، اي كي يقولوا السلطه الاداريه المختصه يعني يقصدوا بها الاداره مدير. تراس اللجنه التاديبيه الاستشاريه المساويه الاعضاء السلطه الاداريه التي تنصب لديها، يعني المدير هو الذي يترأس اللجنه. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، رئيس اللجنة أي المدير هو الذي يقوم باستدعاء عن طريق عن استدعاءات كما في اللجنة الإدارية المساوية للأعضاء.
تعد اللجنة التأديبية للإشياء المرتبطة بأعضاء نظامها الداخلي، ويخضع هذا النظام لمصادقة السلطة الإدارية المختصة. المشكلة أنه حتى في اللجنة الإدارية المرتبطة بالأعضاء ما يديروش نظام داخلي، يعني قليل من شاف الإدارات اللي زملائنا متبعوا فيها، لكن إداراتهم يديروا نظام داخلي. لكن أكثر إدارات شفتهم بلي اللجنة الإدارية هادو ما يديروش لجنة تأديبية أو لجنة مسؤولة الأعضاء، شفتهم ما يديروش كان نظام داخلي، يعني ما يعني يجوا يديروا اجتماع ما يكونش عندهم هكذا يعني الروح تاع بلي هادي راهم مسؤولين عن مصير، عن مسار مهني للموظفين أو مشاكل معينة، يعني كيفاش يتعاملوا مع النظام الداخلي، يعني يكون فيه كيفاش يتعاملوا مع العقوبات، كيفاش يتعاملوا في حال ما إذا كان تساوي تاع الترقية وغير ذلك. يعني لازم النظام يكون باين باش نهار الاجتماع ما يبداش يكون هناك نقاش، يجيبوا النظام الداخلي ويتحكموا ليه. يعني هذا هو الأهم. يتولى كتابة اللجنة عضو يمثل الإدارة في اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء، يعني أحد الأعضاء يعني يكون يمثل الإدارة، هو الذي يحرر محضر كل جلسة. في حالة عدم اكتمال النصاب في أول اجتماع، مثلا عندنا اجتماع قمنا باستدعاء اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء لكن لم يكتمل النصاب، يعني ما كانش ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ممثلي أعضاء الإدارة وثلاثة ممثلي الموظفين أو عفوا أعوان المتعاقدين، فإنها تجتمع لمرة ثانية في اليومين المواليين. يعني مثلا كنا أول سبتمبر مثلا ما جاوش رقع غياب، راح تجتمع بعد يومين مهما يكون عدد الأعضاء الحاضرين، يعني ما يكونش هناك نداء. إذا تم الانتخاب فإنه يكون بالاقتراع السري، يعني يمكن يكون هناك قرار معين من أجل أخذ قرار معين، مثلا عقوبة أو غير ذلك. وبالتالي يكون بالاقتراع السري، يعني يديروا يعني انتخابات باش ما يوقعش هناك إحراج. يعني إذا كان هناك تساوي في الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا في حال تعادل الأصوات، يعني كما في اللجنة الإدارية بسبب الأعضاء، يعني كي يكونوا يعني عدد مثلا نعم ممثل الإدارة قالوا نعم وممثل المتعاقدين قالوا لا، يعني اللي راح يفصل هو رئيس اللجنة اللي هو المدير. يجب على اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية الأعضاء أن تبدي رأيها في العقوبة المقترحة بعد سماع العمل المخطئ. إذا يجب العمل المخطئ إذا كان هناك خطأ، إذا كان هناك عقوبة، يحضر هذا الاجتماع ويستمع له. ولكن هذا الاجتماع يعني يجب يكون هناك تقرير مفصل من السلطة الإدارية المختصة، قال ذلك العام قام بعمل معين، خطأ معين، مثلا قل مثلا أتلف جهاز أو مثلا تشاجر مع زميل أو مع مواطن، أو يعني يصلح الأمور مع أعوان المتعاقدين. يعني يكونوا هاد الأمور هاد يعني نتكلم عن المتعاقدين، يعني نتكلم عن عمال مهنيين مثلا، لأنه كاين ممكن نلقى يعني عمال متعاقدين مش فقط يعني يكونوا عامل يكون حارس ولا عامل مهني، ممكن يكون هناك إدارات دي ربما مازالوا يتعاملوا في التعاقد في يعني مع الإطارات، يعني كاين إطارات يعملوا بالتعاقد، مش عارفة إذا مازال كاين، احنا القائد ماشي، لكن ربما مازال هناك إدارات تعمل بالتعاقد مع الإطارات. إذا كان هذا العون يعني قد أخطأ، لازم قبل الاجتماع قبل 15 يوم، يعني قبل ما اللجنة التأديبية تعلم بهذه العقوبة هذه، قبل 15 يوما ابتداء من تاريخ إخطارها، يعني لازم يكون التقرير قد أعد قبل 15 يوما. في انتظار مثول العمل المخطئ أمام اللجنة التأديبية الاستشارية المساوية للأعضاء، يمكن اتخاذ التوقيف كإجراء تحفظي، يعني كي ممكن يوقع خطأ يمكن قيام بالتوقيف، خاصة كي يكون خطأ كبير، يعني ماشي حاجة صغيرة، ولا يكون خطأ كبير يعني نقوم بالتوقيف عن طريق مقرر، كما في اللجنة الإدارية المساوية للأعضاء عندما نتكلموا عن العقوبات، يعني كي يكون احتمال عفوا خطأ من الدرجة الثالثة مثلا، يكون هناك توقيف ثالثة أو رابعة، يكون هناك توقيف تحفظي، وذلك ابتداء من تاريخ معين الخطأ، يعني من نهار اللي علموا بلي كاين هذاك الخطأ تاع العون المتعاقد، مقرر التوقيف التحفظي يكون أو مقرر التوقيف كإجراء تحفظي يكون منذ من تاريخ معين. في حال خطأ مهني جسيم قام به عمل متعاقد أثناء أو بمناسبة، يعني هذه الجملة ممكن أن
ان قليل مش قليل يعني كتير ما يفهموهاش اثناء معنى راه في مقر العمل وقام بخطأ وبمناسبة يعني يستعمل الرتبة المنصب تاعه في القيام بهذا الخطأ. يعني هذا هو الفرق اثناء وبمناسبة كي يحسبون كيف كيف. لا هو ماهوش كيف كيف. اذا في حال خطأ مهني جسيم قام به عام متعاقد اثناء او بمناسبة ممارسة نشاطاته يمكن ان يترتب عليه فسخ العقد. اذا يمكن كما شفنا مادة 64 مادة من المرسوم الاساسي 788 دون المساس عند الاقتضاء بالمتابعة الجزائية. يعني المتابعة الجزائية ما تكونش من اختصاص الإدارة. تستدعي السلطة الإدارية المختصة العام المتعاقد ليمثل أمام اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية للأعضاء خلال فترة لا يمكن أن تتجاوز 20 يوما ابتداء من تاريخ معين الخطأ. إذا كان الإدارة فكرت في فسخ العقد تاع العام المتعاقد لا يكون ذلك إلا بعد الاجتماع اللجنة التأديبية الاستشارية مسؤولة الأعضاء. يعني ما راحش يدير المدير يعني بعد أنت متعاقد إذا أنا نحبسك نحبسك. لا لازم يكون هناك اجتماع للجنة مسؤولة الأعضاء في مدة لا تتجاوز 20 يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ. معاينة الخطأ يعني كونستات الخطأ يعني من وين تعرفوا بلي كان ذلك الخطأ. يمكن يكون خطأ مثلا أول سبتمبر ما فاقوش بيه حتى 10 سبتمبر ما عرفوش بلي كان ذلك الخطأ حتى من بعد. يعني من تاريخ معاينة الخطأ هو اللي يبدأ هذه الفترة لعشرين. تعد السلطة الإدارية كما شفنا مختصة تقرير مفصلة ترسله إلى اللجنة الإدارية المتساوية للأعضاء الاستشارية التأديبية الاستشارية المتساوية للأعضاء. يعني هذا اللي تكلمنا عليه سابقا أنه عند معاينة الخطأ المدير او يعني يكون هناك تقرير يرسل الى اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية للأعضاء. يمكن للعام المتعاقد المخطئ ان يقدم الى اللجنة الإدارية المتساوية للأعضاء ملاحظات كتابية او شفهية او يعين شهودا. يعني ممكن يكون شي جرائد ولا يكون مشاكل ولا يكون عنده شهود ويبينهم ولا انه أنا يعني يعمل يعني بين قوسين كأنه طعن. يعني يقول اني انا مانيش مخطئ مثلا ولا هو السبب الخطأ اللي قمت به علاش قمت به. وممكن يكون هناك يعني حضور شهود. يتعين على العام المتعاقد المثول شخصيا. يعني لازم عليه يجي مش يبعث اي شخص. لازم هو يجي ويحضر الا اذا كان يعني قوى قاهرة مثلا عمل حادث ولا كان عنده امر يعني طارئ ولا مرض ولا وفاة ولا أمر معين. يعني يكون واضح ومبرر. يعني يكون مبرر بطريقة كتابية. طبعا يبلغ العام المتعاقد بتاريخ مثوله أمام اللجنة برسالة موصى عليها. يعني حتى لأنه يكون كي يكون لأنه كما قلنا يكون هناك توقيف. هذا التوقيف إذن ماشي عمل في ذلك الفترة وبالتالي راح يبعث له رسالة موصى عليها غوكوموندي مع وصف استلام قبل 15 يوما على الأقل. يعني قبل 15 يوم من اجتماع اللجنة يبلغ. ويمكنه الاستعانة بمدافع مؤهل من اختياره. يعني سواء كان زميل ليه أو يكون واحد يعرف يعني كيفاش يتعامل مع هذه تلك الوضع اللي راه فيه. يعني يختاره ويأتي معه مسؤول الأعضاء. في حال غياب العام المتعاقد المخطئ دون سبب مقبول ومبرر قانونا فإن الدعوة التأديبية تأخذ مجراها. يعني تعقد اللجنة حتى بغيابه تعقد. يعني ماشي هو ما جاش لسبب غير مقبول. يعني هي ممكن يعني تلغى أو تؤجل إذا كان السبب مقبول كما قلت. يعني حادث أو وفاة أو أمر قاهر ممكن أن تؤجل يؤجل الاجتماع. لكن إذا كان سبب غير مقبول فالدعوة التأديبية تأخذ مجراها. يعني يخضع أعضاء اللجنة هذه آخر مادة قبل المادة 2 المادة 22 هي يعني آخر مادة. يعني أنه يعني يخضع أعضاء اللجنة التأديبية الاستشارية المتساوية للأعضاء لواجب السر المهني. يعني كي يخرجوا النتيجة ولا يكون على بالهم واش صرا ما يخرجوش السر المهني تاع اللي صرا يعني الذي حدث لذلك العام. يعني تبقى الامر سري. كل اخلال بهذا الالتزام يشكل خطا جسيم يمكن يترتب عليه اقصاؤه من اللجنه دون المساس بالعقوبات التاديبيه التي يمكن ان تعرض لها طبقا للتنظيم
المعمول به، يعني هو ممكن يقصى من الشهوة، ذلك ذو المساس بالعقوبات التأديبية، يعني يمكن يتعرضوا بالعقوبات، يعني تكون من جهة أخرى، يعني مثلا كان ممثل إدارة قام بعقوبة، يعني تكون اللجنة الإدارية لمساواة الأعضاء هي التي تتكفل به. إذا هذه المواد، مادة 22 كما قلت هي المادة التي هي آخر مادة، يعني أنه يعني متى يكون سريان هذا القرار. وبالتالي مقرر، يعني هذا مثالي مقرر، يعني هو غير واضح، لكن قسمت على اثنين، قسمت جزء من هنا وجزء باقتراح هذه. إذا ولاية مستغانم مدير إلى آخره بموجب أمر 6.3، هذا نموذج، هذا مش احنا اللي درناه، هذا نموذج تاع المقرر الذي نموذج الوظيفة العمومية للمقرر بموجب أمر 6.3، بما أنه متعلق بالمتعاقدين مرسوم رئاسي 7.8.8. دائما ناخذ بعين الاعتبار سلطة التعيين الإداري للموظفين بناء أحكام القرار، ذلك يعني هذا القرار اللي كنا نتناول فيه الآن، بناء كان مشروع رقم 6 متعلق بالإجراءات الخاصة بإنشاء وتشكيل جهة إدارية مستوى الأعضاء بموجب المرسوم التنفيذي، مثلا التابع لقطاع السكن والعمارة والمدينة، المرسوم التنفيذي الذي ينظم ويحدد قواعد تسيير المصالح الخارجية. كنقول المصالح الخارجية هي المديريات، مديريات تاع السكن التابعة للسكن والعمارة والمدينة، يعني هذا الجزء الأول. الثاني باقتراح من السيد رئيس مصلحة إدارة الوسائل أو السيدة رئيسة مصلحة إدارة الوسائل، يقرر تنشئ لدى تلك المديرية، يعني مديرية معينة، لجنة تأديبية استشارية مساوية الأعضاء مختصة إزالة أعوان المتعاقبين. تتشكل اللجنة منصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من ممثل الإدارة اللي هما هادو وممثل أعوان المتعاقدين أتي أسماؤهم. طبعا ممثل الإدارة عادة من يكونوا مرسمين، يكونوا قدم، يكونوا مرسمين، ويكونوا يعني دائما ممثل الإدارة عادة يكونوا رؤساء مصالح، رؤساء أقسام فرعية، رؤساء يعني كل إدارة كيفاش، يعني رؤساء فروع، يعني يكونوا عندهم منصب عالي، عادة يكونوا عندهم منصب عالي أو رتبة، يعني من 13 أو 12 فما فوق، يعني يكون متصرف، ولا يكون يعني يكونوا هادو يكونوا يعني عادة يختارهم المدير كما يختار العمال المتعاقدين الذين سيقومون بتمثيل المتعاقدين. إذا هنا عنا زملائنا هادو، هنا عنا ممثل العمال المتعاقدين، ثم يترأس اللجنة السيد مدير تلك المدير، المدير لماذا يترأسه اللجنة؟ لأن المدير كما قلت هو الذي يفصل في حالة تعادل الأصوات، مثلا 3 يقولون نعم 3 يقولون لا، شكون كيفاش راح ياخذوا الإجراء، كيفاش يقوم بالإجراء، المدير هو الذي يفصل بينهم. تحدد عهد اللجنة التأديبية لسجل مستوى الأعضاء المتعاقدين بسنة كما قلت، لماذا سنة؟ لماذا؟ لأن عام متعاقد، يعني يمكن كل سنة، يمكن هنا يكون هنا العام الجاي هذا العام والعام الجاي ما يكونش، يعني بالتالي كل عام ما عندناش كاع تجديد في اللجنة الإدارية لمساواة الأعضاء، ما عندناش، أنا دائما تنشأ، ما عندناش تجديد، لاحظوا أن تنشأ، يعني هذا هو المقرر كل عام كما هذا. يكلف السيد رئيس مصلحة الإدارة والوسائل بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في سجل المقررات الإدارية. يعني هذا أتمنى أني حاولت نكون وضحت، يعني أعطيت فكرة، يعني فقط يعني مفهوم، لكن فقط لأنه كثير من يعني في المكتب المستخدمين ما عندهمش فكرة بلي كاين هذه تاع، لأنهم متعاقدين ما يكونش عندهم فكرة بلي كاين لجنة استشارية مساوية هذه التأديبية مساوية الأعضاء. دائما نعاود نكرر أشياء مساوية الأعضاء، لأن ممثل الإدارة، عدد ممثلي الإدارة يكونوا نفسهم عدد ممثلي العمال المتعاقدين. إذا بذلك نكون كملنا هذا، أنهينا هذا الدرس، أتمنى أنكم استفدتم. فقط قبل ما ننهي الدرس، هنايا عندنا الأعوان المتعاقدين، هنايا وش الرسوم الرئاسي الذي يسيرهم، هو المرسوم الرئاسي 7.8.8، يمكن أنه يتغير، وبالتالي إذا تغير المرسوم راح نغيره المرسوم طبعا حسب المراسيم التي تسير المتعاقدين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.